كنا صغار بضيعه مواعيد نركض على الساحه بيوم العيد، لا كان في رنات او سيلفي، وبعض الصور بالبال ما بتحيد. واهل الفرح صاروا بمكان بعيد، واليوم رجعت تضحك الانفي معكن يا اهل صار رح بتعود طيور المحبه ترفرف من جديد، طيور المحبه ترفرف من جديد. رمضان جنة تجمع بينا طعم اللمة يحلي الأيام. كل منهم أحضر إفطار، وفي ساحة الضيعة القديمة اجتمعوا. هنا في انصار لكل حي إفطاره الرمضاني الخاص كتقليد أعاد معاني الشهر الفضيل. جبتي معك اليوم؟ جبنا رز ودجاج وفتوش وشوربة، تفضل معنا. أول مرة بتشاركي ب... طبعا كل موسم نشارك طبعا. جبنا معجنات وجبنا شاورما وجبنا عصائر. كيف بيفطروا بالبيت؟ بيجيبوا أكلات معهم، واللي ما بده يجيب أكلات نحن عاملين أكل. الأكل موجود خير الله الحمد لله. لا بده يستحق. شو عم يجوا لعنا؟ إنه ربنا عم يستضيفهم مش نحن. انتبه نحن ما قلنا جميلة. أول مرة بتشاركي معهم بالإفطار؟ هي تاني سنة. هيدا التجمع واللم الحلو ما بتصير برمضان إلا ببلدة أنصار. رغم الأحداث الأخيرة التي مرت على البلدة، إلا أن أهلها عادوا من جديد ليرسلوا ثقافة الألفة والفرح. صح أنه صار مرت بكتير محن صعبة، بس نحن أول شيء منهدي هيدا الألف والمحبة عن روح الشهيدات المغدورات، وهيدا الجو رجع جمعنا ورجعت الضحكة والبساطة أهم شيء بالحياة للمامي ولا البابي. صراحة هيدا الأجواء أنا من زمان كتير ناطرين هيدا الجو لنشوفوا هاي الجمعة من بعد سنتين غياب. كتير مهم من رب أولادنا على هالقصص لحتى ينمو ويكبر، ونحن مثل ما تربونا أهلنا يربوا أولادنا كمان. هذا الوجه الحقيقي لأنصار، وليس الوجه السيء اللي مر عليه ظرف سيء لفترة زمنية معينة، إنما هذا الوجه الحقيقي لأنصار بطيبتها بالناس كلها اللي بتحب بعضها. وهذا الجو كتير بيشجع وبيرجع الناس للفترة اللي كانت تلتقي فيها بالساحات والأماكن العامة. النائب هاني قبيسي أيضا كان أول الحاضرين. إذا حسيت حالك يوم طلعت من هاي الرسميات رجعنا على الإفطار الشعبي، شو حبيت بالأكل؟ الإفطار الشعبي بكلمتين مختصرين هو أقرب للناس، ونحن أبناء الإمام الصدر قال إننا نؤسس حركة لخدمة المؤمنين لأي طائفة انتموا، لأن نحن بين أهلنا وناسنا بنشعر بالفرحة مثل ما هن شاعرين فيها، وبالتالي هذا يوم مميز في هذا الشهر المبارك. شكرا سعادتك. تعد هذه الإفطارات بمثابة لوحة رمضانية جميلة تستحق أن تعمم. ودامت الأفراح في أحياء أنصار عامرة، أنصار التي رفعت عنها ثوب الحزن وعادت لتجمع أهلها في ساحة الضيعة من خلال الإفطارات الرمضانية التي تنظم في الأحياء والتي عادت بهم إلى زمن البساطة وزمن الأجداد. من أنصار أحمد عيسى وزميلي خلف الكاميرا محمود بدران بنت جبيل.